الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة الكرام، كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا فيه البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يغفر لنا ما قد سلف، وأن يختم لنا بالخاتمة الحسنة. أحبتي، طبعا كلنا تقريبا يعني عندنا من الوقت والفراغ الكثير، حبيت أن أنا أشارك أصدقائي شيء من الفائدة حول الصيام وأهم الأحكام التي تتعلق به. فطرأ في بالي فكرة أن أنا أعمل يعني يوميا فيديو مثلا مدته 3 دقائق، 2 دقيقتين حسب المستطاع، نذكر فيه فائدة من فوائد الصيام. وخلينا ندخل في الموضوع على طول ونبدأ بالصيام. تعريف الصيام لغة هو الامتناع والإمساك، وهذا قد جاء بهذا المعنى في قول الله تبارك وتعالى مخبرا عن مريم عليها السلام: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي. وتعريف شرعا هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات أو المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طبعا الفائدة المهمة في هذا التعريف إنه العلة ليست بأذان الفجر ولا بأذان المغرب، وإنما العلة هنا بالشمس، طلوع الفجر، الفجر الصادق اللي هو الأذان الثاني، وغروب الشمس. وهنا ملاحظة دقيقة ينبغي أن ينتبه إليها الناس، وهو مراعاة فروق التوقيت. كثير من الناس لا سيما في المدن والقرى البعيدة عن القاهرة يؤذنون المغرب مع أذان الراديو، وطبعا أذان الراديو ده بتوقيت القاهرة، وفروق التوقيت معتبرة شرعا وعقلا. فمثلا بين القاهرة وبين الإسكندرية تقريبا 7 دقائق أو 8 دقائق، بيننا إحنا هنا في المنصورة وبين القاهرة ما يقرب من 3 دقائق، في الفجر دقيقتين وفي المغرب 3 دقائق تقريبا. لكن الناس للأسف شديد فورا بتأذن مع أذان الراديو، وده ممكن كثير من الناس يكون مفطرا في النهار وهو لا يدري. فالعبرة لما هي بغروب الشمس في أذان المغرب، هذا هو المعتبر شرعا غروب الشمس. ولأن الناس تهمل مسألة الفرق في التوقيت، فينبغي أن يتنبه الناس لمثل هذه المسألة، وأن هم يتابعوا الشمس أو يراعوا فروق التوقيت كلا بحسب قريته أو حسب مدينته أو حسب توقيت المنطقة اللي بيعيش فيها. في تعريف الصوم، تعريفه الشرعي هو التعبد لله بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات. فهنا قيد مهم جدا، التعبد لله، وده استحضار النية، إنه الصيام لابد أن يستحضر الإنسان فيه إخلاص النية لله تبارك وتعالى، وأن يعقد نيته إنه هو إنما صيامه عبادة لله تبارك وتعالى وحده يرجو بها الثواب، كما سنتناول ذلك إن شاء الله بالتفصيل في اللقاءات القادمة. حكم الصوم أو حكم الصيام هو الوجوب، فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل مقيم، هذا فرض عليه، ينبغي أن يصوم كل مسلم بالغ عاقل مقيم. هذه شروط فرضية الصوم على الشخص المسلم. والصيام هو فرض وواجب بالقرآن والسنة والإجماع. تفصيلات هذا الأمر إن شاء الله ستكون بإذن الله في اللقاء القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.